عندي 14 سنه، شغال المهنه دي بقالي سنه، وساكن في اسماعيليه، وببيع الكيس على 3 جنيه والكوبايه على 3 جنيه، ببيع على مائده الرحمن. انا نفسي ان اطلع حاجه كبيره بالنسبه لابويا تفرحهم بس، عشان انا بحبها وهي بتدخلي فلوس كتير، وكل طموحي في الحياه ان انا افتح محل عصير كبير، يكون في اكبر محل عصير. كل طموحي في الحياه ده، عشان بدل ما اعمل اي حاجه حرام. مثلا انا لو لقيت واحد ركب عربيه بقول له الكوبايه ب 3 جنيه، يقول لي ليه ب 3 جنيه؟ اقول له ب 2 جنيه حلو. لو لقيت راجل غلبان في الشارع قال لي عايز اشرب شويه بديله عادي. يعني مش لازم نشف على اي حد، يعني ادي اي حد ربنا يرزقك، ساعه من رب ترضى العبد. انا بفطر الناس الاول عشان رمضان وكده، بفطر على الفطار، فمش هينفع ان انا اسيب الناس وهما بيطالبينها وبروح عامله تاني وبجيب واوديها. فباكل اي حاجه ما قدامي، ساعات باكل كشري، ساعات بعمل اي حاجه. هو الاكلات المفضله الكشري.